انضم الينا من رام الله خلدون البرغوثي الخبير في الشأن الاسرائيلي. اهلا بك استاذ خلدون. يعني ابدا معك بالمجتمع الدولي، معادله المجتمع الدولي لا تستقيم، هذا واضح فيما يتعلق بالقضيه الفلسطينيه. اليوم المندوب الروسي لدى الامم في جلسه مجلس الامن قال لماذا عندما يتعلق الامر بالمدنيين الاوكرانيين تتوالى الشعارات والهتافات الإنسانية، وعندما يتعلق بالمدنيين الفلسطينيين أنتم لستم موجودين. برأيك اليوم حركة الوعي الحاصلة عند الشعوب الغربية وعند كل شعوب العالم، هل يمكن أن تؤثر بطريقة أو بأخرى وتضغط على حكوماتها المنحازة إلى إسرائيل؟ قد تكون هذه البداية لمثل هذا التأثير، لأنه في النهاية عندما يذهب الناخبون في هذه الدول إلى صناديق الاقتراع، اعتبارات أخرى هي التي تحدد انتخاب من سينتخبون، وهذا الأمر ربما هو الذي يضعف تأثيرهم على أصحاب القرار والمستوى السياسي. لكن فعلهم على الأرض في هذه الأيام والقلق في بعض الدول من انعكاسات ما يحدث على أمنهم القومي، حتى اليوم مثلا في شيكاغو كان هناك صدمات بالأيدي وبالضرب في الشوارع بين مناصري فلسطين ومناصري إسرائيل. التبعات الأمنية، القلق على الأمن القومي لدى بعض الدول، شهدنا ماذا حدث في داغستان عندما اقتحموا المطار وكانوا يبحثون عن الطائر أو الركاب الإسرائيليين في إحدى الطائرات. التحذيرات التي تصدرها إسرائيل إلى الإسرائيليين بعدم الذهاب إلى دول ومناطق معينة لأن الوضع فيها بات لا يحتمل وجود الإسرائيليين. هذه تغييرات مهمة وتأثيرها على أصحاب القرار لمسناها في بعض تصريحات المسؤولين. ماكرون المنحاز تماما لإسرائيل في زيارة تتحدث عن حل الدولتين، هذا الحل المنسي فعليا من قبل الكثير من المسؤولين. حتى بايدن بدأ يشير إلى حل الدولتين وضرورة حل القضية الفلسطينية، ربما حسب توقعه ضمن فترة ولايته الثانية إذا فاز بالرئاسة الأمريكية مرة أخرى. فالتأثير واضح، التأثير ملموس. التغيرات التي حتى في الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة في آخر استطلاع إذا قرنا بالسنة الماضية واستطلاع أجري في بداية العام، هناك انقلاب، 49% من مناصري الحزب الديمقراطي يؤيدون الفلسطينيين مقابل 38% لإسرائيل. العام السابق كانت النتيجة معكوسة لصالح إسرائيل، حتى أن توماس فريدمان والمقرب من الرؤساء الأمريكيين خاصة في الإدارات الديمقراطية قال قد يكون بايدن، يعني كما نعرف وكما ذكرت الخطاب العلني الأمريكي مؤيد لإسرائيل مما لا مجال للشك، ولكن في الكواليس هل هناك أي خلافات بين الرؤية الأمريكية والرؤية الإسرائيلية لهذه الحرب، خصوصا أنه بدت الولايات المتحدة الأمريكية ليست متشجعة بشكل كبير لعملية الغزو البري أو تريد تأجيلها؟ نعم، القضية الغزو البري هي نقطة خلاف بينهم، وربما المساعدات التي تمنع إسرائيل، الإنسانية التي تمنع إسرائيل دخولها إلى قطاع غزة، هذا ناحية. الناحية الثانية هو أن الإدارة الأمريكية لا ترغب ببقاء بنيامين نتنياهو وحكومته في الحكم. بايدن قبل الحرب على قطاع غزة أو قبل 7 أكتوبر كان يتمنى على جانتس ويضغط عليه أن ينضم إلى حكومة نتنياهو، ربما ليقلل وجود المتطرفين فيها على حساب سموتريتش وبن غفير. لكن ما حدث الآن هو أن جانتس قد يصبح رئيسا للوزراء، وهذا حلم لم يكن يراود بايدن. الآن إذا ذهب نتنياهو بعد هذه الحرب وتم القضاء عليه وانحلت الحكومة وذهبت إسرائيل إلى الانتخابات، فاستطلاعات الرأي تمنح جانتس فرصة كبيرة، خاصة أن الليكود إذا تم الانقلاب على نتنياهو فيه قد أيضا يزيد ضعفه. لذلك فرص جانتس لتشكيل الحكومة هذه أفضل ربما الأحلام تتحقق بالنسبة لبايدن، الذي سيخرج بعد الحرب ليقول بأنه وقف إلى جانب إسرائيل، أنقذ إسرائيل من نفسها، أنهى قضية الإصلاحات القضائية التي سببت حالة توتر شديدة داخل إسرائيل، وأنقذ إسرائيل من التورط في حرب كان يمكن أن تأتي لها بكوارث. كل هذه الأمور سيستفيد منها بايدن انتخابيا، وقد يأتي بحكومة يضغط عليها ربما للذهاب إلى مفاوضات. طيب
تنفيذ عمليات إخلاء تدريجية أستاذ خلدون في شمال القطاع يترافق معها عمليات برية في غزة، هذه وثائق مسربة تم الحديث عنها بالإضافة إلى ما تم ذكره من أن هناك نية إسرائيلية بتهجير الغزيين إلى سيناء، والموقف المصري الواضح في هذه النقطة. كيف يمكن أن نفهم ما هي استراتيجية إسرائيل لتحقيقه، وفكرة أيضا عزل أو فصل شمال غزة عن جنوبها عندما تفشل كيف سيكون انعكاساتها على الداخل في إسرائيل على نتنياهو نفسه؟ نعم، يعني هي خطة نتنياهو أو لمن رأى الخطة التي يطرحها نتنياهو هو إخلاء شمال قطاع غزة، دخول قوات، تطهير هذه المنطقة من المقاتلين، وماذا بعد؟ سيأتي دور وسط قطاع غزة، أين سيذهب من ذهب من الشمال إلى الوسط والجنوب؟ سيذهبون إلى الثلث الجنوبي الأخير، وماذا سيحدث بعد الانتهاء من مرحلة وسط غزة؟ سيفرض على الفلسطينيين إما الذهاب إلى البحر أو إلى الأراضي المحتلة عام 48 أو عبور الحدود المصرية، والخيارات الثلاث لن تكون مقبولة لا على الفلسطينيين ولا على الإسرائيليين ولا على المصريين، كل فيما يخص المساحة التي يحكمها. لذلك أو أن يقتل الفلسطينيون بنيران الدبابات في الجزء الجنوبي من قطاع غزة، هذه هي الخطة لمن أراد أن يدرس أهداف الحرب. القضاء على الفصائل الفلسطينية يعني مطاردتهم حتى آخر متر مربع في قطاع غزة. ولكن الكل يعرف، يعني من يقرأ قليلا سواء التاريخ أو حتى المعطيات يعرف أنه هذه شبه بمقامرة سياسية يقدم عليها نتنياهو ومن يدعمه فيها، أليس كذلك سيد خلدون؟ هي ليست فقط مقامرة. إيهود باراك رئيس وزراء، رئيس أركان، وزير دفاع، فتحدث عن خبرة، قال لنتنياهو وضعت أهدافا يستحيل تحقيقها. موشي يعلون رئيس أركان ووزير دفاع سابق ماذا قال؟ هذه أوهام لا يمكن أن تحققها. لذلك نتنياهو يدرك أن التقدم في العملية البرية سواء العمليات المحدودة أو العملية البرية إياها الضخمة لن تأتي له بنتيجة، ولديه تحذيرات كثيرة من أنه إن دخل بها دون أن يدرك ماذا أعد له داخل قطاع غزة في السنوات الأخيرة قد يمنى بهزيمة عسكرية بمعنى الكلمة. هذا احتمال وارد ويقلق نتنياهو، لذلك نشهد حالة تردد لديه. وفي الوقت نفسه تراجع نتنياهو عن الحرب وعن تحقيق الأهداف هو هزيمة له، لأنه وضع أهدافا وفشل في تحقيقها بالنسبة للإسرائيليين، فضلا عن الضغوط التي تأتيه من كافة الجهات بمن فيها أسر الأسرى. لذلك هو في وضع لا يحسد عليه، وأي علق خيار على الشجرة كما يقولون سيد خلدون، علق على الشجرة لا يستطيع النزول. طيب.